بركات بركات. بالدموع انطلقت مسيرات الجمعة الخامسة على التوالي. في يوم ماطر لم تغمر شوارع العاصمة بالمياه كما جرت العادة، بل بأمواج غفيرة من أبناء الشعب. فالحراك الوطني يستمر بنفس الوتيرة، وبسقف مطالب حدودها تغيير النظام وذهب رموزه. احنا نحوسوا كاع يروحوا، كاع يتبدلوا، نحوسوا وجوه جديدة يكونوا شباب شابات من أجل خدمة الوطن. فادنا في الحاجة جاوش بوفوار هاكيا، لقد يروح للسيستم هاكيا، النظام هاكيا نحوا جرع، 20 طون هاكيا، نايا ذيك السن. مسيرة سلمية علت فيها أصوات الرفض، وتصدرتها لافتات التنديد بمقترحات الرئيس بوتفليقة للخروج من الأزمة. أين امتدت موجة الحراك الشعبي إلى باقي الولايات؟ فهنا بأم البواقي خرج هؤلاء مطالبين بالتغيير الجذري. وبشلف إلى مستغانم إلى أضرار، تساءل المتظاهرون عن مستقبل رئاسة البلاد بعد 28 أفريل المقبل، تاريخ نهاية الفترة الرئاسية للرئيس المنتهية ولايته. Une Algérie plurielle, on est l'Algérie appartient à nous tous, elle appartient pas à une région ou à une religion ou à une langue, on est tous unis. لا هنايا ماناش نقولوا تغيير النظام، تغيير النظام هذا ماهوش سهل بنغيروا، حنا تغيير الوجوه. بعد شهر من بداية الحراك الشعبي الذي لم يختر ممثليه بعد، لا تزال مطالب الشعب ثابتة بعد 4 جمعات من التظاهر في انتظار رد فعل السلطة في مقبل الأيام.